بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 30. على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين صيامنا وقيامنا، وأن يختم لنا هذا الشهر بخير ختام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ووالدينا وإخواننا المسلمين. إنه شهر قد ودع ورحل، ولكن بماذا رحل عنا لا ندري. والمسلم لا يقنط من رحمة الله، ولكنه لا يزكي نفسه، بل يخاف من التقصير ويخاف من الذنوب. وأعظم من ذلك، يخاف أن لا يتقبل منه عمله، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. كان السلف الصالح إذا عملوا العمل وقع عليهم الخوف، هل يقبل منهم أو لا يقبل؟ كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم قوم يصومون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم. وروي عن السلف أنهم كانوا يجتهدون في العمل ثم يقع الخوف عليهم، هل يقبل منهم أو لا يقبل؟ وروي أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. رأى أحد الصالحين قوما يضحكون في يوم العيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم، فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن لم يتقبل منهم، فما هذا فعل الخائفين؟ فيجب علينا جميعا أن نسأل الله القبول، وأن نخاف من رد أعمالنا علينا، لأن الله حصر القبول للمتقين، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، هؤلاء هم المتقون، لأنهم توقوا المحذور وتوقوا العذاب بفعل الطاعات وترك المحرمات. فهؤلاء هم الذين يتقبل الله أعمالهم. ولا الإنسان يفكر في نفسه، هل هو من هؤلاء أو لا؟ هل هو من المتقين
وليس كونه من المتقين أن يقول أنا من المتقين أو يرى نفسه أنه من المتقين، ولكن ينظر في أعماله، فإن كانت أعماله أعمال المتقين فليبشر، وإن كانت أعماله تخالف أعمال المتقين فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى التقوى، فإن الباب مفتوح أمامه لا يقنط من رحمة الله، لكن لا يتمادى في غيه وإهماله، ويرجو المغفرة وهو مقيم على الذنوب والمعاصي. إنما يغفر لمن ترك الذنوب والمعاصي وتاب إلى الله. يقول الشاعر: تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما إلى الدنيا منها بذنب واحد. ذنب واحد فعله الأبوان فأخرج من الجنة، فكيف بالذي عنده ذنوب؟ ولكن آدم وزوجه عليهما السلام تابا إلى الله، فتاب الله عليهما، فأنت تب إلى الله عز وجل وأبشر بالخير. أما الذي يرجو المغفرة ويرجو الجنة وهو مقيم على الذنوب والمعاصي فهذا مغرور، هذا رجاء مذموم. الرجاء هو مع فعل الطاعة، تفعل الطاعة وترجو من الله، أما أنك تعصي وترجو من الله فهذا غرور. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة من الله سبحانه وتعالى، ما زكوا أنفسهم أو أعجبوا بأعمالهم. ولكنهم مع عملهم الصالح يخافون من الله جل وعلا ألا يتقبل أعمالهم. ولكن المسلم إذا فعل السبب، سبب النجاة، يرجى له الخير، لكنه لا يجزم لنفسه ولا نجزم له، لأن هذا من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا نجزم لأحد ولا لأنفسنا، ولكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان ونحن على قيد الحياة، ندرك رمضان مرات عديدة ونستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، ليكون شاهدا لنا عند الله عز وجل. لا يفرح بالحياة أو بطول العمر إلا لأجل العمل الصالح. خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا يفرح بالحياة للأكل والشرب والملذات الدنيوية، فإنها زائلة وفانية، ولكن يفرح بطول العمر لأجل الطاعة. وأما الذي يفرح بطول العمر لأجل أن يعيش عيشة البهائم
يأكل ويشرب ويسرح ويمرح. الله جل وعلا يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نسأل الله العافية. اللهم تقبل منا وتب علينا واغفر لنا عن ذنوبنا وتقصيرنا وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. أما السؤال الأول فيقول صاحبه: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وكيف طريقة إحصائها؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو، ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ معناه أولا عرفها، عرف هذه الأسماء، ثانيا عمل بها، إذا عرفها يدعو الله بها ويتوسل إلى الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، وهكذا تدعو الله بكل اسم تعرفه من أسماء الله سبحانه وتعالى وتتوسل إليه به. هذا معنى إحصائها، عدها ثم دعاء الله بها واعتقادها، هذا هو إحصاؤها. وليس المراد بإحصائها أن تعدها فقط، أن تعد 99 فقط، ولكن تعدها وتدعو الله بها وتتوسل إليه بها وتتعرف إلى الله بهذه الأسماء التي عددتها. نعم. يقول السائل: هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجه بالنتف أو غيره، أو الأخذ من شعر الخد بحكم أنه ليس من اللحية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. شعر الوجه إذا كان عاديا فلا يؤخذ منه شيء، لا حاجة إلى أخذه، وإن كان مشوها للوجه إذا كان فيه تشويه أو يؤذي الإنسان فلا بأس أن يزيله، لأنه ليس من اللحية. اللحية ما نبت، اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن، هذه اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن. وأما شعر الوجه فهذا إن كان عاديا وليس فيه تشويه فلا يأخذه، وإن كان مشوها ويؤذيه فلا بأس أن يزيله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم فضيلة الشيخ في الأناشيد الإسلامية؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. الأناشيد لا يقال الإسلامية، لا يقال إسلامية، يقال الأناشيد. ما حكم الأناشيد؟ فنقول الأناشيد من الأغاني، لأنها ترنيم وأصوات جماعية وتنغيم ومنغمة، ترانيم، ليست هي إسلامية، هي من الأغاني ولا تباح. لا، الأغاني لا تباح،
إنما الذي يباح إنشاد الشعر، إنشاد الشعر، الشعر النزيه الذي فيه حكم وفيه مواعظ وفيه أخبار الشجاعة والكرم، لا بأس أن ينشده الإنسان. وأما الأناشيد التي تنغم بأصوات جماعية، هذه إنما عرفت عند الصوفية، يعدونها من الأذكار. وأما أهل السنة فلا يعترفون بهذه الأناشيد ولا يعتبرونها من ذكر الله عز وجل، وتسميتها إسلامية غلط. معناها إذا قلنا إسلامية معناها أن الإسلام جاء بها وأنها مشروعة، ما يقال إسلامي إلا ما كان مشروعا واجبا أو مستحبا، وهي ليست واجبة ولا مستحبة. نعم. يقول السائل: ما حكم فوائد الأموال المودعة في إحدى البنوك الربوية، وهل يجوز أن أتصرف فيها بإعطاء أخي المقبل على الزواج مبلغا منها لمساعدته على الزواج، علما أنه ليس لديه إمكانية توفير المال المطلوب للزواج؟ الرصيد الذي في البنك إذا كان لمجرد الحفظ، لمجرد الحفظ ولا تستثمره بالربا، فلا بأس بالإيداع لأجل الحفظ فقط. أما إذا كان يستثمر في الربا وتأخذ عليه فوائد ربوية فهذا حرام، ولا يجوز أن تساعد أخاك أو غيره من الربا، هذا حرام ولا يجوز استعماله ولا أخذه. نعم. ويقول: وهل يجوز الدفع من هذه الفوائد لتسديد الضرائب والرسوم الجمركية؟ ولا يجوز استعمالها أبدا، لا تأخذها ولا تستعملها، لأن أخذها أكل للربا، إذا أخذتها فقد أكلت الربا. وليس المراد بأكل الربا مجرد الأكل فقط، بل سائر الاستعمالات. لو شريت به ثياب أو شريت به مساكن أو سيارات، هذا أكل يسمى أكلا. ليس أكل الربا معناه مجرد الأكل، الطعام أو الشراب، أن تجعله طعاما أو شرابا، وإنما الأكل هو الاستعمال، استعمال الربا في أي وجه من الوجوه. فالمسلم لا يستفيد من الربا ولا يستعمله أبدا، لأنه سحت حرام. نعم. ويقول: وهل يجوز تلبية دعوة من يعمل في البنك، وهل طعامه حرام، وهل أنا آثم لعدم التلبية، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان ليس عنده مال إلا ما يأخذه من عمله في البنك فلا تأكل عنده. أما إذا كان عنده مال آخر، عنده مال آخر مباح، فلا بأس أن تأكل من طعامه، ولو كان إن عنده شيء من أموال الربا. إذا كان طعامه مختلطا من الحلال والحرام تأكل، لأنه لا يجزم أن هذا الطعام كله من الحرام. نعم. يقول السائل: كيف يقوم سكان ومقيم مكة بالعمرة؟ من كان في مكة سواء كان ساكنا فيها أو كان مقيما إقامة مؤقتة، إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل بالعمرة، إما من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من الشميسي أو من خارج الحرم، ولا يحرم بالعمرة من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بقي لي ساعتان عن موعد الرحيل إلى بلدي، ولا يمكنني أن أطوف طواف الوداع، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، طواف الوداع في العمرة غير واجب، طواف الوداع واجب في الحج فقط، أما العمرة فليس لها وداع واجب. إن تيسر تطوف طف، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك. نعم. نعم. يقول السائل:
إذا كنت أسمع الدعاء في الإذاعة وأؤمن معه، فهل أنا شريك معه في الدعاء مع العلم بأن الداعي في بلد وأنا أسمع في بلد آخر؟ لا بأس، شيء طيب. إذا سمعت الدعاء في الإذاعة أو في غيرها وأمنت عليه فإنك تكون مستفيدا من هذا الدعاء ومأجورا عليه. نعم. يقول السائل: ما نوع هذا الاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك؟ هذا أجاب عنه أهل العلم: إلا ما شاء ربك، لأن أهل الجنة قد يكون منهم أصحاب كبائر، أصحاب ذنوب كبائر دون الشرك، وأنهم يعذبون بها في النار قبل دخول الجنة، فهذا ينقص من دخولهم الجنة، ولذلك استثناه الله. إذا دخلوا النار وبقوا فيها مدة، أي إن هذا مستثنى من الخلود في الجنة، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل: شخص دخل في صلاة العشاء وقد فاتته ركعة، وعندما سلم الإمام سلم معه ناسيا، فكيف يقضي ما فاته وهل يعيد الصلاة؟ رجل، شخص دخل في صلاة العشاء وقد فاتته ركعة، وعندما سلم الإمام سلم معه ناسيا، فكيف يقضي ما فاته وهل يعيد؟ إذا سلم ناسيا يقوم ويأتي بالركعة الباقية ويسجد للسهو ولا يعيد الصلاة. إذا سلم ناسيا فلا شيء عليه، النسيان عفي لأمة الخطأ والنسيان، فعليه أن يبادر بالقيام والإتيان بما بقي من صلاته، ثم يسجد للسهو عن السلام الذي حصل منه. نعم. يقول السائل: ما حكم من نسي صلاة ركعتين بعد الطواف، هل تعاد العمرة أم لا؟ لا، لا تعاد العمرة، والركعتين بعد الطواف سنة، إن فعلها فحسن، وإن لم يفعلها فلا حرج عليه وعمرته تامة. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع المواد الغذائية التي فيها تصاوير وحيوانات ونساء، وبيع عطور فيها نسبة من الكحول، وبيع مواد التجميل للنساء، وجزاكم الله خيرا؟ أما بيع السلع التي فيها تصاوير فإن أمكن أنك تشتري سلع ليس فيها تصاوير وتتجنب التي فيها تصاوير فهو أحسن، وإلا فإنك تبيع منها ولو فيها تصاوير، لأن الصور غير مقصودة، الصور غير مقصودة، المقصود السلع، وهذه الصور تمتهن، وإذا استعملت السلعة فإن هذه الأغلفة أو هذه الظروف فإنها تهدر ولا قيمة لها، وتداس لا قيمة لها، وليست مقصودة بالبيع، إنما المقصود بالبيع السلع. هذا واحد. والثاني إيش؟ يقول: فيها تصاوير وحيوانات ونساء، وبيع عطور فيها نسبة من الكحول. العطور التي فيها نسبة من الكحول إن كانت تسكر، إن كانت هذه العطور تسكر يستعملها أهل السكر ويشربونها، هذه لا يجوز بيعها لأنها خمر، والخمر حرام وحرام ثمنه. أما إذا كانت لا تسكر إذا شربت ولا تستعمل للإسكار وإنما تستعمل للطيب فقط فلا بأس بذلك. نعم. تقول السائلة: وبيع مواد التجميل للنساء لا بأس به، بيع المساحيق والأشياء التي تتجمل بها النساء لا بأس به، لكن هي إن استعملتها على وجه محرم وخرجت بها للسوق والتبرج فالإثم عليها، إذا أساءت استعمالها فالإثم عليها، والبائع ليس عليه إثم. نعم. سائلة تقول: مات زوجي وكان عليه مهري المؤجل، لكن بعد موته تقدم أشخاص يطلبون دينهم، السؤال:
هو كيف يقسم المال مع العلم أنه قليل، وأيهما يقدم، مهري المؤجل أم الديون؟ أفيدونا أفادكم الله. يكون مهرك من جملة الديون، يكون من جملة الديون، توزع التركة على الديون ومنها المهر، يأخذ سهمه ونصيبه منها للمحاصة كما ذكر أهل العلم. نعم. يقول السائل: أنا طالب بجامعة المدينة وليس من هذا البلد الطيب، وأنا معتكف هنا في مكة وليس معي من المال، فهل علي إخراج زكاة الفطر؟ إذا كان ما معك شيء ليس عليك زكاة فطر، زكاة الفطر على المستطيع، الذي يستطيع زكاة الفطر فاضلة عن كفايته، إذا فضل عن كفايته صاع من الطعام يتصدق به للفطر، أما إذا ما فضل شيء، ما معه إلا كفايته فقط من غير زيادة، فليس عليه، لا تجب عليه صدقة الفطر. نعم. يقول السائل: أنا معتمر وطفت حول الكعبة ونزل دم من ظفري، فهل علي شيء؟ الدم اليسير لا يؤثر، وليس عليك شيء، إذا كان دما يسيرا فإنه لا يؤثر. نعم. تقول السائلة: امرأة عندها 45 سنة ومدة حيضها 5 أيام عادة، ولكن في بعض الأحيان تتأخر الدورة لمدة شهر، لمدة شهرين، فتكون مدة الحيض أحيانا 5 أيام وأحيانا تصل إلى 8 أيام، فهل ثلاثة أيام الزائدة تمنع من الصلاة والصيام؟ نعم، تزيد العادة أحيانا، 5 يمكن تصير 10، 15 أو أقل، العادة تزيد وتنقص وتقدم وتأخر، هذا شيء جاري على النساء، فالثمانية الأيام عادة، ولو كان في الأول عادتها 5 تضيف إليها 3 تصير 8، ويمكن تزيد إلى 10، يمكن إلى 15. نعم. يقول السائل: هل يجوز إرسال زكاة المال إلى بلد آخر لتوزيعها للفقراء عن طريقة أشخاص معينين؟ زكاة المال الأفضل أن تخرج في البلد، في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ويجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان فيه فقراء أحوج، أو فيه فقراء من الأقارب، لا بأس بنقلها، أما إذا لم يكن هناك غرض صحيح يقتضي نقلها فإخراجها في بلد المال أفضل وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر عندنا وضع المصحف على الأرض أو خلف المصلي، واستدبار الكعبة بدون مبالاة، ومد القدمين تجاه الكعبة، هل في ذلك شيء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أما وضع المصحف على الأرض فلا يجوز، الواجب أن يرفع المصحف وأن يكرم في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، المصحف يرفع على كرسي أو على صندوق أو على شيء مرتفع، أو تضعه على السجادة النظيفة الطاهرة، أما أنك تضعه على التراب فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، المصحف يصان ويكرم. وش بقية السؤال؟ يقول يعني: ومد القدمين تجاه الكعبة. أما مسألة استدبار الكعبة ومد القدمين إليها هذا لا حرج فيه، لا بأس به، لأن ما هو مقصود الإنسان الاستهانة بالكعبة، ما هو بالمقصود، لكن يحتاج إلى هذا، أنت تبي تروح، تبي تطلع من المسجد، يعني لازم أنك ما تستدبر الكعبة، توجه إلى الجهة التي تريد ولو كانت الكعبة خلف ظهرك، ما في مانع، وتبي تنام أنت الآن ولا في مكان إلا أنك تمد رجليك نحو الكعبة، ما في مكان غير هذا، لا مانع من ذلك،
نعم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ حديث غير صحيح، نص أهل العلم على أن هذا الحديث سنده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح أن الصحابة قدوة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة قدوة، اقتدى بهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، وهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتدى بهم. لكن الحديث في ذاته ما هو صحيح، لكن يقتدى بهم من غير هذا الحديث، بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هذا اقتداء، فنقتدي بالمهاجرين والأنصار ونتبعهم بإحسان. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا اقتداء أيضا بالخلفاء الراشدين، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه مصاب بمرض السكر. لا، ما يجوز هذا. يجب أن يبين ما في الرجل وما في المرأة، يعرف كل منهما صاحبه على الحقيقة، ولا يغرر به إذا كان فيه مرض معدي أو مرض مزمن يعجزه عن القيام بالواجب، أو يعيب المرأة عند الزوج. لا بد من بيان هذا، ولا يجوز الكتمان. نعم. ويقول: هل يجوز للرجل أن يسجل ابنه الذي هو من الزنا في دفتر عائلته حيث ينسبه إلى اسم الأب، مع العلم أن الابن ينظر إلى هذا الأمر أهم شيء في حياته وسعادته، ولكي ينظر إليه باعتبار؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن ينسب ولد الزنا إليه ويتبناه. ولد الزنا سفاح ينسب إلى أمه فقط ولا ينسب إلى أب، لأنه من زنا، ولا يجوز أن يضيفه إلى عائلته أو إلى دفتره، أو يقول: هذا ابني أو ابن فلان. هذا حرام، لا يجوز. ما يجوز خلق الأنساب، ولا يجوز التبني في الإسلام. ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط. نعم. سائلة تقول: يخرج مني ماء من الفرج عندما أكح لكون كحة قوية، ربو مزمن، فآخذ حفايض وفاين، أرجو إرشادي بما يجب علي. الواجب إذا خرج شيء أن تعيدي، أن تستنجي وتزيلي الخارج وتنظفي المحل، ثم تتوضئين وتصلين، لأن خروج الخارج ينقض الوضوء. إذا حصل هذا وأنت متوضئة فلا بد من إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ووضع شيء على المخرج. نعم. يقول السائل: لماذا لم يذكر العشر المبشرين بالجنة فقط، مع العلم أن بعض الصحابة مبشرين بالجنة ولم يذكروا مع هؤلاء العشرة؟ الله أعلم. هؤلاء ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، ذكرهم جميعا، وهناك صحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، لكن ليسوا من العشرة. العشرة لهم فضيلة، وأيضا العشرة هؤلاء كلهم من قريش، العشرة هؤلاء كلهم من قريش. وأما بقية المبشرين بالجنة من صحابة، قد يكونون من الأنصار، قد يكونون من سائر القبائل،
فهؤلاء خصوا لأنهم من قريش، كلهم من قريش. نعم. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية، وإذا كان عندي في البيت فكيف أتصرف بها؟ القرآن لا يليق أنه يعلق على الجدران أو على السيارات أو على، القرآن يبقى في المصحف وفي الصدور، يحفظ في الصدور وفي المصاحف، ولا يعلق يكتب على الجدران، لأن هذا عرضة للامتهان، عرضة للامتهان، ولأن هذا قد يؤول إلى سقوط المعلق والدوس عليه، أو يكون المحل غير لائق بالقرآن، المحل يكون فيه معاصي ويصير فيه نميمة وغيبة وشر، والقرآن معلق فوق رؤوسهم. فهذا، والصحابة والسلف ما كانوا يعملون هذا العمل، ما كانوا يعلقون القرآن على الجدران ويزينون به الجدران، إنما كانوا يحفظونه في صدورهم ويكتبونه في مصاحفهم ويعملون به ويتلونه، أما أنه يتخذ للتعاليق، وقد يكون تعليقه لاعتقاد فاسد، يعلقه لأجل يكون حرز لأهل البيت أو حرز للبيت أو للمحل ما يسرق، أو هذا اعتقاد فاسد، هذه تمايم تصير. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فالحاصل أن هذا عمل غير مناسب للقرآن، ولا يعلق القرآن. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صليت تحية المسجد ثم ذكرت أني لم أصلي الراتبة، هل أدخل نية أخرى وأنا في الصلاة؟ لا، كمل تحية المسجد، وإذا خلصت منها تأتي بالراتبة ولا تنويها في أثناء الصلاة. نعم. يقول السائل: هل لسجود السهو تشهد قبل السلام؟ لا، ليس لسجود السهو تشهد، إذا قمت من السجدة الثانية سلم على طول. نعم. ويقول: هل يسجد سجود التلاوة إذا شاهد شخص يسجد لتلاوته دون أن يسمع الآية؟ لا، إذا كان ما هو يستمع للقرآن، يقصد الاستماع، فلا يسجد، حتى لو سمع التلاوة وما قصد الاستماع فلا يسجد، إنما السجود في حق القارئ والمستمع دون السامع، في فرق بين المستمع والسامع، المستمع يقصد الاستماع، أما السامع ما قصد الاستماع، جاء الصوت وسمعه بأذنيه بدون أنه قصده. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة في وقت النهي؟ النافلة المطلقة لا تجوز في وقت النهي، أما النافلة التي لها سبب فهذه اختلف العلماء، فمنهم من أجازها في وقت النهي، مثل تحية المسجد، صلاة الجنازة، صلاة الوضوء التي لها أسباب، صلاة الكسوف التي لها أسباب، يقولون تفعل عند أسبابها إذا حدثت في أي وقت. ومن العلماء من يقول: لا، هذه أوقات نهي ولا يفعل فيها نافلة، لا ذوات أسباب ولا غيرها، لعموم النهي. فالأمر متعادل، الخلاف متعادل، لأن كل قول من القولين له مستند قوي، فمن فعل فلا حرج عليه، ومن ترك فلا حرج عليه. نعم. يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ ليس له أصل، تقبيل المصحف ليس له أصل، يذكر عن بعض السلف أنه فعله، ولكن لا دليل على ذلك. نعم. يقول السائل: أنا معتمر وجهلا مني طفت أحد الأشواط بين حجر إسماعيل والكعبة، فهل علي شيء؟ ما تم طوافك، الشوط الذي دخلت مع الحجر هذا لا يصح، لأن الحجر من الكعبة، فمعناه أنك لم تطف بالكعبة، لازم يكون الطواف خارج الكعبة، والذي يخترق الحجر دخل مع الكعبة، فلا يصح هذا الشوط.
فعليك أن تعيد الطواف، أن تعيد الطواف من أوله، لأنه انتقض وضوءك، لا بد أن هذا من وقت وانتقض الوضوء وبطلت الأشواط الأولى، فلا بد أن تعيد الطواف من جديد. نعم. يقول السائل: شخص صلى خلف الإمام فنسي أن يركع مع الإمام، فهو سجد والإمام راكع، فلم يدرك ذلك إلا بعدما رفع الإمام من الركوع، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل الشخص؟ هل هو يتم ركوع والإمام في السجود، أو يتابع الإمام بدون ركوع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، إذا تذكر يقوم من السجود ويأتي بالركوع ويلحق بالإمام، فإذا لم يفعل فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركع. إن كان ركع بعد الإمام ولحق الإمام فقد أدى ما عليه، وإن كان استمر ولم يأتي بالركوع فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارات النساء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا تزور القبور مطلقة، لا قبر الرسول ولا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. فزيارة القبور خاصة بالرجال، خاصة بالرجال، وأما النساء فإنها لا تزور القبور، لهذا الحديث. نعم. يقول السائل: هل تجب الزكاة على فتاة لا تعمل ولها بعض الحلي البسيط الذي أهداها لها والدها؟ إن كان هذا الحلي لللبس، تريده لللبس والتزين به، فليس فيه زكاة. أما إن كانت تريده للقنية أو للحاجة، إذا احتاجت تبيعه أو للتجارة، ففيه الزكاة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أبيع خاتم من فضة إلى فتاة متبرجة؟ البيع والشراء لا بأس به، تبيع عليها وتنصحها عن التبرج. البيع ليس له علاقة بالتبرج، بيع والشراء جائز، ولكن تنصحها وتعظها من التبرج. نعم. يقول السائل: زوجتي عملت عمرة ونسيت أن تتحلل، أي بقص الشعر، وبعدها حصل جماع، وبعد ساعة تذكرت وقصت شعرها، فما الحكم؟ إذا كان حصل الجماع قبل القص فعليها الفدية، عليها الفدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، وإذا لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: ما حكم لبس الطاقية الذي لا يعرف من عرف هذا المكان؟ نعم. ما حكم لبس الطاقية؟ نعم. التي لا يعرف أنها من عرف هذا المكان، هل فيها تشبه؟ الطاقية من اللباس، من اللباس، واللباس مباح، تلبس طاقية أو عمامة أو شماغ أو غترة، لا بس، هذا لباس، اللباس مباح الحمد لله، سواء كان من عادة البلد أو ما هو من عادة، لا بس، هذا اللباس مباح في أي مكان. تغطية الرأس بالعمامة أو بالطاقية أو بالغترة أو غير ذلك من الألبسة المعدة للرأس لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار ليس فيه أغراض الزواج المطلوبة، إنما فيه قضاء الشهوة فقط. وين يروحون العيال اللي يجون بين الزوجين؟ من اللي يتولاهم؟ المرأة من اللي يشرف عليها ويحفظها من الضياع، ومن تحتاج إلى زوج يقوم عليها وينفق عليها ويحفظها من التسيب، والأولاد يحتاجون من ربيهم عند أبيهم، ما يتركهم مع أمهم، ما يدري وين يروحون. هذا لا يفي، هذا الزواج المسيار لا يفي بأغراض الزواج المطلوبة، وإنما الغرض منه قضاء الشهوة وإعطاء المرأة الحرية،
الغرض منها أن تخرج المرأة من سيطرة الزوج، وهذا خلاف ما جاء به الشرع. الشرع يجعل الزوجة تحت رعاية الزوج، الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في بلد يشترط الإدارة على المرأة لاستخراج جواز السفر تقديم صورة بدون حجاب، فماذا تفعل المرأة التي تريد أن تؤدي فريضة الحج أو العمرة أو السفر للعلاج في الخارج؟ افتونا بارك الله فيكم. هذه مصيبة، مصيبة جدا. يعني تصوير المرأة، تصوير وجهها بالذات فتنة، ويتداولها الناس ويشرفون على وجهها وعلى جمالها، وقد ينسخون على هذه الصورة نسخ ويوزعونها على الفساق، وهي ما تصور إلا وقد كشفت الحجاب. ففيها من محاذير، فيها محاذير، ولا يجوز تصوير المرأة لا للبطاقة ولا للجواز ولا لأي شيء، لأن فيه فتنة وفيه شر، فيه شر، علاوة على ما في التصوير من التحريم واللعنة والغضب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أتيت إلى مكة لمقابلة والدتي، وكان في نيتي أن أعمل عمرة، ولكن نعم. قال: أتيت إلى مكة لمقابلة والدتي، وكان في نيتي أن أعمل عمرة، ولكن لم أكن أعرف أنه يجب علي أن ألبس الإحرام من الطائف، وأنا الآن موجود في الحرم، فماذا علي أن أفعل علما أنني إلى الآن لم ألبس الإحرام؟ ترجع إلى الطائف، ترجع إلى الطائف، إلى الميقات الذي تعديته، وتحرم منه إن أردت العمرة، وإن لم ترد العمرة فلا حرج عليك، العمرة ما هي بلازمة، لكن إذا أردت أن تأخذ عمرة ارجع إلى الميقات الذي تعديته وأحرم منه. نعم. يقول السائل: رجل معتمر طاف بالبيت 7 أشواط ولم يستطع السعي بين الصفا والمروة، فماذا عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. ما تمت عمرته، باق عليه السعي، فيذهب ويسعى، الطواف أداه، باق عليه السعي، يذهب ويسعى ويجد فرصة إن شاء الله، يجد فرصة في المسعى. الناس يسعون، ما امتنعوا من السعي، فاسع معهم الحمد لله وكمل عمرتك. نعم. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ ليس لها طواف وداع واجب، من فعله فله أجر ولا طيب، ومن لم يفعله فعمرته تامة، لأن طواف الوداع من واجبات الحج فقط وليس من واجبات العمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم من دخل مكة غير محرم مع العلم بأنه أدى عمرته ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ثم دخل غير محرم، فما حكم ذلك أفادكم الله؟ نعم. يقول: ما حكم من دخل مكة غير محرم مع العلم بأنه أدى عمرته ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ودخل بها غير محرم، فما حكم ذلك أفادكم الله؟ السؤال من قسمين: القسم الأول جاء إلى مكة يريد العمرة ودخل غير محرم، هذا لا يجوز له، يجب أن يحرم، أن يحرم من المكان الذي نوى منه، إن كان مر بالمواقيت أحد المواقيت يحرم من الميقات الذي مر به، وإن كان دون المواقيت، إن كان دون المواقيت نوى العمرة دون المواقيت فيحرم من المكان الذي نوى منه، من المكان الذي نوى منه. فإذا لم يفعل وجاء إلى مكة وأحرم من مكة وأدى العمرة فهذا عليه فدية، عمرته صحيحة لكن عليه فدية، لأنه ترك الإحرام من الميقات أو من المكان الذي نوى منه العمرة، يكون عليه فدية جبران.
عن ترك الإحرام. أما مجيئه من المدينة إلى مكة إن كان نوى العمرة فيحرم من ميقات المدينة، وإن كان لم ينوي العمرة فلا بأس. إذا دخل مكة ولم ينوي العمرة ولم يحرم فلا بأس، لأن الإحرام إنما يجب على من نوى العمرة، وهذا لم ينوي عمرة فلا بأس عليه أنه ما يحرم. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين اختلاف العلماء في بعض الفتاوى وجزاكم الله خيرا؟ اختلاف العلماء بحسب الأدلة التي ظهرت لهم، والاجتهاد يختلف والمدارك تختلف، والخلاف الفقهي أمر واقع ولا بد منه، لأن أفهام العلماء تختلف، وبعضهم يبلغه من العلم ما لم يبلغ الآخر، بعضهم يبلغه من الأدلة ما لم يبلغ الآخر، بعضهم يتضح له من الدليل ما لم يتضح للآخر. فالخلاف موجود، الخلاف في الفقه موجود، ولكن علينا نحن أن نأخذ ما قام عليه الدليل، نعرض أقوالهم واجتهاداتهم على الأدلة، فما وافق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه. نعم. سماحة الشيخ، بعض الإخوة يسأل ولعله لم يحضر درس البارحة: ما قيمة زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها نقودا، وهل يخرجها أهلي علي وأنا في مكة، أم أخرجها هنا في مكة؟ النقود لا تجزي في زكاة الفطر، لا بد من الطعام، من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها طعاما ولم يوجبها نقودا، فلا يجزي إخراج القيمة، يخرجها من قوت البلد من الطعام، ومقدارها صاع 3 كيلو، هذا مقدارها، ومكان إخراجها في المكان الذي فيه الإنسان، الذي فيه الإنسان تخرج فيه زكاة الفطر عنه، وإن أخرجها أهله في بلدهم أخرجوها عنه وعنهم فلا بأس بذلك، إذا وكلهم فلا بأس بذلك. كما أنه يجوز له أنه يخرج زكاة أهله مع زكاته في البلد الذي هو فيه، يجوز هذا. نعم. يقول السائل: ما حكم دعاء ختم القرآن؟ مستحب الدعاء عند ختم القرآن، مستحب، وكان السلف يفعلونه، وكانوا يتداعون إلى حضوره عندما يختم أحدهم، يجتمعون ويحضرون عند دعائه ويؤمنون على الدعاء، هذا كان السلف والصحابة يفعلونه، وهو شيء مشهور لا حرج فيه، بل هو مستحب. نعم. يقول السائل: طفت شوطين ثم انتقض وضوئي، ثم توضأت وجئت بالأشواط 5 الباقية وأتممت العمرة، فما الذي يجب علي الآن فعله؟ يجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام، لأنك لم تتحلل إلى الآن، فتعيد ملابس الإحرام وتبدأ العمرة من جديد، تطوف طواف كامل، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلق رأسك أو تقصر، لأن الطواف إذا انتقض الوضوء بطل الطواف، مثل الصلاة إذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، وكذلك الطواف إذا انتقض الوضوء وأنت تطوف بطل الطواف، فلا بد من إعادته من أوله، ولا تبني على الأشواط التي انتقض فيها الطواف لأنها باطلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.